في شك ان ارتفاع درجة الحرارة ليه تأثير كبير جدا وتحديدا على قطاع الزراعة، لكن في محاصيل ما بتستحملش حتى ارتفاع درجة الحرارة وحجم انتاجها بيتأثر بشكل كبير جدا من الجو، زي مثلا المانجا والزيتون والتمور والموالح وغيرها من المحاصيل الزراعية. من خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن تأثير موجة الطقس الحار على المحاصيل الزراعية. بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور محمد علي فهيم، استاذ ورئيس مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة ومستشار وزير الزراعة. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ منى. صباح الخير دكتور. اهلا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. احنا بنمر يمكن باحر موجة طقس على مدار سنين كبيرة جدا في مصر الأسبوع اللي فات، لكن عايزين نعرف الطقس اللي احنا فيه ده طبيعي انه يبقى اللي بيحصل فيه ده، ولا ده بسبب التغيرات المناخية احنا بقينا حاسين بالحرارة بشدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضراتكم جدا وبشكر التلفزيون المصري على توطين ثقافة المناخ في نفوس الناس. لفترات طويلة جدا كان المناخ في نفوس الناس عبارة عن درجة حرارة الطقس وغيره، لكن الموضوع اعمق واكبر من كده بكتير، ولازم الناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي في موضوع المناخ عشان كله يرتب حاله على هذا الاساس. طبعا اللي بيحدث ده غير طبيعي، ده راجع في المقام الاول لظاهره التغيرات المناخيه. طبعا لو كلنا فاكرين شهور قليله كان في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مصر كان لها رياده كبيره جدا ورفعت صوتها وصوت كل الدول الناميه وقالت يجب ان يتوقف هذا التغير الكبير في المناخ نتيجه ان يتوقف انبعاث غازات الاحتباس الحراري من الدول الصناعيه. الدول الصناعية على مدار 27 مؤتمر أطراف قبل مؤتمر شرم الشيخ، يعني في كل مرة تتنصل من تعهداتها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو حتى تعويض الدول المضارة. أنا كمصر دولة زراعية أو أي دولة عندما يحدث مشكلة بسبب تغير مناخ، أنا ذنبي إيه؟ أنا ماليش أي ذنب لا من قريب ولا من بعيد، ويجب على هذه الدول أن تقوم بالالتزام بتعهداتها. طيب ايه سبب هذه الموجه بهذا الشكل؟ يعني بنسمع مثلا يقول لك ايه في منخفض جوي قادما مش عارف من منين، في مرتفع جوي، عايزين نبسط الدنيا اكتر. طب نبسط الموضوع جدا، وزي ما قلنا خلاص السبب الاساسي هو ما يسمى بتغير مناخ. الفتره دي نصف الكره الشمالي هو اللي بيشهد الصيف، الشمس عموديه على مدار السرطان تحت اسوان من بعد 21 يونيو، فاصبحت اشعه الشمس قصيره وتقطع الحراريه عاليه، حتى لما نسمع كلمه 40 درجه، طب ما 40 درجه عدت في شهر 5 وما حدش شاف الحر ده، كان 40 درجه برضه، كان 39، ايه الفرق ما بين 40 في شهر مايو و40 بعد 21 يونيو او في شهر ابيب؟ بالمناسبه احنا في شهر ابيب النهارده تقريبا 15 ابيب، يعني نص شهر ابيب، والمزارع عارف يعني ايه شهر ابيب، احر شهر في السنه، وهينتهي ان شاء الله يوم 7 اغسطس. اللي بيحدث الان ان في مرتفع كبير فوق البحر المتوسط، ده عمل حاجه زي اسمها القبه الحراريه، حبس درجه الحراره. المفروض درجه الحراره لما بتيجي بالنهار كل حاجه بتسخن، يجي بالليل بيحصل ريليز، يبتدي الحراره تطلع ويحصل بقى تلطيف للجو. اللي بيحصل ان في قبه حراريه دلوقتي كل الحراره ما تحاول تطلع الحراره من ترجع تحبسها، عشان كده درجه الحراره بالليل 28 و30، يعني حضرتك الساعه 1 بالليل و2 بالليل و3 بالليل حاسس ان في كتمه، في صهد، يعني زي ما بنقول يعني اهالينا، الصهد ده ناتج عليه ناتج ان مفيش تسريب للحراره، فتيجي شمس تاني يوم تزود التراكم بتاع الحراره، ما يلحقش بالليل يطلع او ينبعث، ويجوا هكذا لغايه ما سببت هذه الحاله من الصهد الكبير. وكمان ايه؟ جاي معايا رطوبه نسبيه عاليه، طبعا طبيعه الحراره العاليه لازم يكون في رطوبه نسبيه عاليه، فتزودت الاحساس جدا بدرجات الحراره، واحيانا بتؤدي لما يسمى بالاجهاد الحراري، ودي مشكله كبيره لكل المواطنين والمزارعين. لو في وقت بقى نتكلم على موضوع الاجهاد الحراري، مهم جدا ازاي اقدر اقي نفسي من موضوع الاجهاد الحراري، لان اسبابه موجوده، حراره عاليه ورطوبه عاليه، يتبقى بس انا بقى رد فعلي ايه. طيب دكتور، نتعود يعني على الجو ده هيفضل معانا بالمنظر ده بعد كده وهيبقى ده السائد في الفترات القادمه، ولا دي حاجه مرحليه مع محاوله يعني تخفيف الانبعاثات الحراريه الوضع قد يستقر ويرجع تاني على سابقته؟ انت يعني السؤال ده دايما بيزنقني، لان الاخر بيجيبها في وشنا ان لا للاسف هيستمر نوعا ما، ومش في مصر بس على فكره، وانا بكلمكم دلوقتي درجه حراره جنوب العراق والكويت وغرب ايران 49، يعني النهارده الساعه 2 الظهر 49 و50، وموجه شديده الحراره حتى عد قصرت الارقام القياسيه في غرب الولايات المتحده وفي اوروبا وفي تركيا وفي الصين. احنا في جفاف شديد في الغابات والناس قلقانه من يحصل حروق في الغابات في اوروبا. عشان كده لما مصر اطلقت مصطلح قمه التنفيذ، يعني ايه؟ اخروا شويه. الدول المتقدمه الصناعيه الكبرى اللي المفروض تربحت
على مدار عشرات السنين بضخها مليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، جاء الوقت بقى انها تكفر عن سيئاتها، جاء الوقت انها تعمل حاجتين، تخفض انبعاثاتها بصرف النظر عن اقتصاداتها، وتعوض الدول فيما يسمى بصندوق الاضرار والخسائر اللي تم اقراره في مؤتمر المناخ لاول مره. في كل مؤتمرات المناخ في كل مره يتكلموا على صندوق للاضرار والخسائر تعويض للدول، يجي الدول المتقدمه تتنصل. الحمد لله تم اقراره في مؤتمر شرم الشيخ، وان شاء الله يفعل في مؤتمر الامارات كوب 28. ولكن زي ما قلت لحضرتك الدول دي ما كانتش هتتحرك لما لقيت نفسها في وسط الحدث. فللاسف الشديد متوقع ان يستمر هذا الطقس معانا فتره، والفتره دي مش شهور، ممكن تكون سنين لقدام، لحين سنين. كل سنه طيب درجه الحراره بتزيد، كل سنه مظهر بيزيد. ما حدش كان بيسمع القبه الحراريه لا في مصر ولا في شمال افريقيا، ما حدش كان بيسمع عاصفه التنين في مارس 2020، ما حدش كان بيسمع عن اعصار شاهين في الامارات وفي عمان. كل سنه هيطلع مظهر جديد، مش عندنا بس، في كل دول العالم، حتى يقف العالم وقفه واحده، تخفيض لغازات الانبعاث الحراري والتكيف مع درجات الحراره. ودي نقطه مهمه حتى على المستوى الشخصي، انت حضرتك يجب ان تتكيف مع هذا الشكل من المناخ، الزراعه تتكيف، الصناعه تتكيف، كل الانشطه البشريه على سطح الارض تتكيف لحين التبريد، لحين خفض الانبعاثات هتاخد لها سنين طويله، ممكن ما يكونش في جيلنا اصلا يعني، بس في الاخر لازم التكيف. عشان كده الدوله المصريه الان والناس احيانا ما بياخدوش بالهم من النقطه دي، عارف محاور الطرق، محاور الطرق اللي في كل مكان في مصر، ده فضل ربنا، لولا هذه المحاور لكان حدث مشكله كبيره جدا في ازدحام المدن داخل المدن. تخيل تكدس العربيات والناس والعوادم والاسفلت والحراره والكلام ده كله، لولا ان شدت جزء كبير جدا من الزحمه دي خارج المدن لكان هيبقى في مشكله، لكان هيبقى في مشكله في المستشفيات، لكان هيبقى في مشكله كبيره جدا في الاجهاد الحراري، وابتدي يحصل حاجات كتيره. فده احد اوجه يعني مصر اهتمت جدا بموضوع محاور الطرق. طيب حضرتك ذكرت اكتر من مره الاجهاد الحراري، فلو نوضحه للناس. الاجهاد الحراري هو عندما ترتفع درجه حراره الجسم نتيجة درجة حرارة الجو مع زيادة الرطوبة، فالأكسجين بيقل في طبيعي ان بخار المية زاد في الجو بيقلل الغازات الأخرى أهمها الأكسجين. على طول الإنسان بيشعر بموضوع الإجهاد الحراري، أول حاجة يشعر بخمول، ممكن أحيانا صداع، ممكن أحيانا بعض اللسعة في الجلد، أحيانا ما بيعرفش ياخد نفسه، وكتير جدا بيشوفوا القصة دي، فده اسمه الإجهاد الحراري. لا قدر الله لو زاد شوية ممكن يؤدي إلى الإغماء احيانا يعني، وخاصه اللي عنده مشاكل صحيه. عشان كده بقول لحضرتك تاني كمان مره ان الموضوع ان انا اخفف كثافات السير والزحمه في المدن ده كان هدف مهم جدا وهدف مناخي في الاساس يعني، غير طبعا الاهداف الاخرى لكل تطوير البنيه التحتيه في مصر. طيب دكتور، احنا مصر بلد زراعيه ودايما بنستهدف زياده الرقعه الزراعيه قد ما نقدر، ازاي ارتفاع درجات الحراره هياثر على المحاصيل اللي احنا متعودين نزرعها في الاوقات الزيتيه؟ دي نقطه مهمه جدا، ان ارتفاع الحراره يعني ارتفاع حاجه النبات للميه، استهلاك الميه هيزيد. طب الدوله عملت ايه؟ الدوله دلوقتي بتتوسع جدا، الحمد لله احنا ضفنا تقريبا مليون فدان للرقعه الزراعيه من 2014 حتى الان، وده رقم كبير، مليون واحنا كنا 9 مليون، يعني انا بتكلم على يعني 10%، وده رقم تاريخي ورقم بصراحه مذهل لاي حد بيتابع الارقام في مصر. دلوقتي حاجه الزراعات هتزيد للاستهلاك الميه، وانا عندي محدوديه كبيره في الميه. عشان كده الناس ما يسالوش نفسهم كمان مره، هي الدوله اللي بتدفع مليارات المليارات في اقامه محطات معالجه مياه الصرف الزراعي وتجد مصادر بديله للميه غير مياه النيل، وانا ما عنديش امطار، كده كده انا بلد تقريبا جافه. وكمان المياه الجوفيه مش هقدر استنزفها، دي في حقوق للاجيال اللي جايه فيها. فعشان كده البلد بدات تفكر فعلا على المستوى القومي الاستراتيجي في اقامه محطات معالجه المياه لتوفير ملايين وعشرات الملايين من المياه يوميا للزراعه. وكمان في بعض الاجراءات بقى الزراعيه الفنيه داخل المزارع والحقول يجب على المزارعين انهم يعملوها الفتره دي على الاقل، تقريب فترات الري، زياده كميه المياه بمقدار 10%، اضافه بعض المركبات اللي بتخلي الشجر يقدر يستوعب هذا، تقليل فترات الري، تقريب فترات الري اللي انا اقرب يعني، مثلا الذره دلوقتي المحصول الاساسي والرز، الرز كده كده مغمور، الذره بدل مروي على 12 13 يوم ما ينفعش، 10 ايام فيما اقل. عشان كده وزاره الري مهتمه جدا انها تشتغل باقصى احتياجات، اقصى احتياجات كان بيبقى شهر في السنه، لا هيمتد معانا الفتره، فده هياخد ميه اضافيه. عشان كده بقول لحضرتك البلد بتفكر ابعد شويه من تفكير الافراد. او ان انا ازرع بدري شويه في بدايه العروه، يعني ما استناش لحد ما درجه الحراره ترتفع وازرع بدري شويه، اعتقد ده ممكن يفيد النبات. ممكن يفيد، وكمان العكس ممكن يفيد، لان انا دلوقتي النصيحه الاهم اللي بنطلعها من مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه بتاخير زراعه العروه الجديده.
العروه اللي انا هشتري طماطم وفلفل وبتنجال، او ان انا هزرع بساتين فاكهه جديده مانجا وغيره بتزرع الفتره دي، انا هاجل حتى نهايه تقريبا نهايه ابيب او نهايه يوليو على الاقل. ابيب ده بينتهي في الاسبوع الاول من اغسطس. فدي التوصيات مهمه قوي. التوصيه المهمه معلش تاني، عدم التعرض لاشعه الشمس بطريقه مباشره لفترات طويله. يعني على المزارعين كل من يتعرض للشمس، كل من اعماله تستوجب ان يبقى موجود في الشمس فتره الظهيره من الساعه 11 للساعه 3، اكسر الفتره نص ساعه واقعد في الظل شويه، نص ساعه واشرب ميه، نص ساعه واتحرك عن بعيد عن اشعه الشمس، لان تركيز اشعه الشمس عشان تحمي نفسك لمده ساعه هتؤدي للاجهاد الحراري للاسف. طيب ربنا يحفظ الناس اللي بتبقى بتشتغل في الوقت الحر ده. لكن لما نيجي نقول الزرع نفسه هنتعامل معاه ازاي؟ هنحمي الزرع ازاي من ان هو يحصل له مشكله بقى؟ هل هنعتمد على انه يحصل ادابتيشن وميوتيشن كده من الزرع نفسه، ولا احنا مراكز البحوث الزراعيه شغاله على تخليق حاجات يعني حصل فيها نوع من انواع الادابتيشن او نوع من انواع موضوع الادابتيشن ذاتيا ده صعب؟ للنبات هياخد له بياخد سنين. خلينا نتكلم في الاجراءات التكيف. الاجراءات الاستباقيه التكيف. دلوقتي فعليا مركز البحوث الزراعيه بدا يستنبط اصناف من الذره ومن الرز اللي هي المحاصيل الصيفيه بالتحديد، ده ما بتكلمش على المحاصيل الشتويه. قصيره العمر، متحمله للاجهادات الحراريه، قليله الاحتياج المائي. فمعظم الاصناف المنزرعه فعليا في مصر، ولولا هذه الاصناف لكان بقى عندنا مشكله كبيره جدا في انتاج هذه المحاصيل. طبعا الرز والذره محاصيل اساسيه من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه. على مستوى الحقل بقى المزارع يعمل ايه؟ التراكيب المحصوله الموجوده دلوقتي موجوده عندي المانجا، موجوده عندي بعض الفاكهه الصيفيه، الزيتون، التمور، موجوده عندي التين، موجوده عندي الكوميترا. المانجا دلوقتي الحمد لله معظم المانجا داخل في مراحل النضج. يتبقى الاصناف المتاخره اللي هي الكيت والكنت والنعومي، ودي بتيجي بعد شهر وشويه. للاسف مع هذه الموجه ممكن يحصل لها لسعات شمس. يعني الثمار الموجهه للشمس الناحيه القبليه الغربيه الشرقيه يحصل لها لسعه شمس فبتطلع فرزه في النهايه. فلو لا قدر الله خلي نص الشجره حصل لها كده يبقى مشكله. في الحاله دي لازم يرش بعض المركبات زي بروشات او سيليكات الالومنيوم، هم عارفين الاسماء دي، او جير مخفف على الثمار فقط مش عاوز الشجره بحالها. يقوم يعمل طبقه بيضة صغيره تعكس اشعه الشمس، ما تخليش الجلد يتحرق فما يحصلش لسعات الشمس. فدي نقطه مهمه جدا لاهلنا المزارعين. اما بالنسبه للمحاصيل الثانيه زي الزيتون ما بيحصلش صغير، مش هيحصل له لسعات شمس، بس ده تحجيمه هيقل. تحجيم هيقل مش هيكبر، تحجيمه هيقل. فلازم هنا ادعم الزراعات دي بمركبات البوتاسيوم، سلفات بوتاسيوم مع الري او نترات بوتاسيوم رشا، مهم جدا. بس الرش لازم يكون في الصباح الباكر بعيد تماما عن ارتفاع الحراره. طيب ايه اكتر الافات والحشرات اللي بتنتشر مع ارتفاع درجه الحراره؟ انتوا مذاكرين بقى يعني معانا الدكتور محمد علي فاكيد لازم نهتم بالموضوع. حضرتك طبعا النقطه دي مهمه جدا. انا عندي افه مزعجه شويه اسمها دوده الحشد على الذره. طبعا مع الحراره الشديده، ودي الحمد لله حاجه ايجابيه، مع الحراره الشديده قوي يعني خلال هذه الموجه بيبتدي يحصل تاثير سلبي على الافه، ولكن بمجرد زوال الموجه كان الافه عاوزه تعمل اللي راح منها، فتبتدي يحصل دورات سريعه. عشان كده بقول بمجرد انتهاء هذه الموجه، وان شاء الله يعني مش عايزين نقول الميعاد، يعني 10 ايام ولا حاجه، لازم يبقى في فحص شديد لزراعات الذره المتاخره بالتحديد. الذره لما بتكبر خلاص على كده اي اصابه يبتدي الفلاح يتعامل بالمبيدات الموصى بها، ودي موجوده في كل توصياتنا. دي القفه الاولانيه. القفه الثانيه دي قفه برضو المن على زراعات الذره الرفيعه في الفيوم وسوهاج واسواق والمنيا والمناطق دي، ودي قفه لدرجه انها بتعمل ندوه عسليه. تخش الذره بتيجي من الشبوره دي تقريبا، دي بتيجي من الحراره العاليه والرطوبه العاليه دلوقتي. فديت المن مهم جدا. الذره الصغيره ابتدي ارش بالاسيتام برايد مواد فعاله، او ممكن اضخ بعض المبيدات في مع ميه الري. فدولت الافات اللي ممكن تعمل مشكله. ذبابه الفاكهه اللي هي بتعمل ازعاج كبير للفاكهه، الحمد لله نقدر نقول ان هذه الاجواء، مع الاجواء دي مش على طول الخط سلبيه، هذه الاجواء قللت لنا نوعا ما الكثافه وتعداد هذه الافات يعني. طيب دكتور احنا عندنا تجارب ناجحه في الزراعه في الاماكن الصحراويه اللي كانت بتعتمد على ميه قليله وفيها درجه حراره عاليه، يعني نجحت بشده الزراعه في اماكن كتير في راس غارب وطبعا في الوادي الجديد وغيرها وغيرها في اماكن مختلفه، كمان في الاماكن اللي حصل فيها استصلاح اراضي. فاحنا نقدر نعتمد على التقاوي الموجودة وتم تخليقها بشكل أو بآخر بحيث أن احنا نقدر نقلل الرش اللي حضرتك بتتكلم عليه. حضرتك عارف دلوقتي كمان احنا بنسعى للتصدير في حاجات كتير واحنا متصدرين التصدير فيها، فبيبقى لها مواصفات محددة. موضوع الرش يعني مش في كل الأحوال الرش بالمبيدات ممنوع، بالعكس في، بس بيلزم أن يكون في حدود دنيا خلاص ما يزيدش عنها. فمعروف اللي هي في متبقيات المبيدات، بس دي مش المشكلة، لأن الحمد لله مصر بتصدر كميات كبيرة جدا
احنا دخلنا في السنه اللي فاتت 6.5 مليون طن، السنه دي احتمال كبير جدا نكسر حجز ال 7 مليون طن لاول مره في تاريخ مصر. ان احنا برغم التغيرات المناخيه وبرغم الظروف الاصعب، رغم كل المشاكل الموجوده ما شاء الله مصر بتنحت في الصخر الان. بس نفسي الناس يستوعبوا هذا الموضوع، يمشوا مع البلد، شوف رايحه فين، بتنحت في الصخر 7 مليون طن. يقول لك طب انا بصدر ليه طالما انا عندي فجوه في بعض المحاصيل؟ بصدر لان ده اسمها اكتفاء ذاتي نسبي، بصدر اللي ببرح في زراعته، اللي عندي تنافسيه في زراعته، واجيب دولارات عشان في النهايه لو عندي مش انا عشان اعمل اكتفاء ذاتي من القمح محتاج ازرع كل اراضي مصر قمح على سبيل المثال. صحيح. وتاخد كل المال على محاصيل ثاني. ينفع تشيل بطاطس ب 100 جنيه انت في هنا محليا؟ صحيح. فالموضوع كله ماشي وفق خطه، هذه الخطه بتوزع المحاصيل وتوزع التركيب المحصوليه وتقول نتوسع في ايه وايه ممكن نزيد فيه. بس الدوله رغم ذلك ورغم ان محاصيل الحبوب اقل اقتصاديا، بدات الدوله تتوسع من موازنتها الخاصه في زراعه القمح. يعني حضرتك لو ملاحظ مستقبل مصر والدلتا الجديده وتوشكا والعينات، لو كلنا تابعنا في خامه الريس على حدود مصر الجنوبيه رايحين نزرع قمح هناك، لان في بعض الاقاويل والناس للاسف بيسمعوها يقول لك اصل احنا ممكن نزرع قمح على الساحل في الساحل الشمالي على المطر، بس الدوله مش عاوزه، الدوله مش عاوزه تزرع في الساحل الشمالي في الجو الحلو ده واروح ازرع في توشكا والعوينات. فاحيانا الناس بيتداولوا كلام للاسف الشديد حتى ما بيفكروش هو الكلام ده صح ولا غلط. خلينا نعكس يا دكتور، خلينا نقول الوقائع، احنا ننشر الافكار الصحيحه وننشر الكلام الصحيح. احنا بننشر مش افكار كمان. الدوله بتزرع في شارع العينات، شارع العينات دي فين في الخريطه؟ احنا هنقول الاماكن اللي بتزرع فيها وبنزرع فيها ايه وانتاجيتنا فيها ايه. معلش ما دي نقطه مهمه برضو عشان الناس يفهموا وما يمشوش ورا اي كلام وخلاص بيتقال. انا بزرع في العوينات وبزرع في توشكا وبزرع في غرب المنيا وبزرع في دلوقتي في عندي محطه المحسمه، محطه معالجه ميه صرف زراعي، ومحطه بحر البقر، دول هيوجهوا المياه بتاعتهم كلها بمياه معالجه ثلاثيا زيها زي اوروبا ما بتعمل، بدل ما تضخها في الانهار انا هضخها في سينا مع جزء من مياه النيل ونبتدي نتوسع فيه. يعني الدوله بتستهدف 400 الف فدان في سينا، يعني عمر ما سينا زادت عن 50 60 الف 80 الف فدان بالعافيه. انا هنزرع ايه بقى؟ 400 الف. هنزرع زيتون وهنزرع ايه كمان؟ كل المحاصيل، ارض سينا ارض بكر، ارض يعني مناسبه اجواءها مناسبه، بالمناسبه ارض شمال سينا دي كلها اجواء يعتبر مناسبه للمحاصيل التصديريه. فانا ممكن يعني وده اللي هيحصل الفتره الجايه ان انا اعمل تركيبه محصوليه ذكيه بيسموها كده، اشوف اماكن اصدر منها متخصصه للتصدير واماكن اخرى لمحاصيل الحبوب واماكن اخرى لكذا، ده اللي الدوله بتعمله فعليا. طيب نرجع تاني لتاثير التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره على النبات، هل بيأثر على النبات في كل مراحل نموه ولا في مرحله معينه ممكن يأثر عليه؟ يعني ما انا قلت لحضرتك انت مذاكر والله. اكتر مرحله حساسه لارتفاع الحراره هي مراحل التزهير والاخصاب والعقد، دي مراحل مهمه جدا. طيب انا هشوف المحاصيل اللي موجوده عندي واشوف هي في اي مرحله. الذره داخله فعليا، وده الذره بنزرع فوق ال 3 مليون فدان، يعني رقم كبير جدا. والرز تقريبا مليون ونص، الرز لسه باقي عليه شويه. فخلينا في الذره، الذره في مراحل الاخصاب بدات السلامل تطلع، فدي مرحله مهمه جدا جدا وحساسه قوي لارتفاع درجات الحراره. فتقريب فترات الري اللي احنا قلنا عليه، تقريب فترات الري تحت اي حال من الاحوال ما زدتش عن 10 ايام في الذره في الاراضي القديمه ويومين في الاراضي الجديده سواء كان بالرش او بالتنقيط، ده مهم جدا للذره. طب الرز ثاني اكبر محصول في العروه الصيفي. الرز الحمد لله يعني ما دخلناش في المرحله الحساسه قوي لمرحله الطرد، ولكن الرز احيانا في هذه الظروف بيهيئ فسيولوجيا للاصابه بمرض اسمه الافحه، فعلى طول المزارع يبقى عنده فحص دقيق يوميا. الجو حر يا دكتور هنزل اعمل ايه؟ انزل الصبح بدري مفيش مشكله، بص في زرعك لو لقيت اي بقع ظهرت في محاصيل الرز بتاعتك على اصناف معينه ابتدي على طول تاخذ الاجراء المناسب، عشان مشكله الامراض في الاجواء دي اللفحه بالذات على الرز بتزيد. فلازم احصرها من البدايه. الفاكهه زي ما قلت لحضرتك، الفاكهه في مراحل تحجيم الزيتون والموالح، الموالح مهمه طبعا، انا بزرع رقم وبصدر اكبر مصدر للموالح في العالم مصر بتقريبا بحوالي 2 مليون طن، وده رقم كبير جدا. فالمحاصيل دي في مراحل التحجيم، مراحل مش حساسه قوي للاجواء دي ولكنها بتتاثر نوعا ما، فاسند بالبوتاسيوم زي ما قلنا. طيب هل هو بيأثر على نمو النبات نفسه ولا ممكن النبات نفسه يكون ضار بعد كده في حال تناوله؟ هو بيأثر على النمو في المراحل الاولى، يعني عشان كده انا بقول بلاش حد يزرع العروه الجديده دلوقتي، لو زرعت بيبقى لسه النبت ضعيف جدا او الشتله ضعيفه، البخر ناتحه عالي فممكن تموت او ممكن يحصل غياب ارقع. لكن اقصد ان انا لو كلتها مش هتبقى ضاره. لا لا خالص خالص، ملهاش علاقه بالموضوع الحر خالص، يعني بالعكس كمان الاجواء دي هتزود نضج المانجا، يعني هتبص المانجا بدات تظهر في الاسواق بالاصناف بمعظم الاصناف بتاعتها ونضج طبيعي، فبالتالي احيانا بتكون ايجابيه ان كتير من المعروض ده ينزل.
وممكن يقل السعر شويه، فطبعا هيزعل المزارعين، بس المستهلك هيبقى متاح المنتجات دي كلها في الاسواق يعني. اكيد يا دكتور، احنا سعداء بوجود حضرتك معانا. عايزين نقول في الفتره القادمه كيف نتعامل مع التغيرات المناخيه، سواء بالنسبه لنا سواء بالنسبه للمحاصيل. حضرتك قلت بالنسبه للناس اللي بتتعرض للشمس تحاول تقلل مده التعرض للشمس، دي نقطه مهمه جدا. الحفاظ على السلامه الشخصيه مهم جدا للمزارعين وغير المزارعين، البعد تماما عن الاحتكاك مع باشعه الشمس، تقليل المجهود البدني. يعني لو انا ما عنديش مصلحه تماما ان انا انزل او اتحرك، ما انزلش في الفتره من بعد الساعه 11 لغايه الساعه 3 او 4. تقليل المجهود البدني مهم جدا. المزارعين نفس الموضوع، عدم الاحتكاك في الفترات دي. النقطه الثانيه تقريب فترات الري ومراعاه النباتات الزراعات بتاعته على حسب التوصيات اللي احنا قلناها كلها بالترتيب. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الدكتور محمد علي فهيم، استاذ ورئيس مركز التغيرات المناخيه بوزاره الزراعه ومستشار وزير الزراعه. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. شكرا.